This is the nightlife. باش تقولوا رغم خريطة ورقة حمراء لك الكليب ترشحت الفينال وباش تكون ديربي شيق. الحمد لله يا ربي كخرجت انا وكخرج صاحبي الاولاد سوليدير مع بعضنا عرفنا حافظوا على النتيجة وعرفنا كيف نربحوا البارتي نتاعنا الحمد لله يا ربي ان شاء الله ماتش فينال صار نفرحوا. شفت ماتش اليوم؟ والله كما تعرف ماتش كوب معناها ماتش صعب ياسر. الحمد لله ربي كان للاولاد كونسونتري اكثر مستوى التونسيان وفقنا ربي ماركينا بونتو الحمد لله ربي كملنا ضغطين عليهم حتى بالبريمير ميتون كل شيء وفقنا ربي قعدنا مركزين اكثر الحمد لله خدمنا في وسط الجمعه بالباهي ووفقنا ربي اليوم وان شاء الله في الفينال ان شاء الله ان شاء الله في الفينال ان شاء الله يوفقنا ربي ان شاء الله ونروحوا بالكوب في باب الجمهور اللي جاء اليوم هذا كان دافع عليكم والله صحيح جمهور جانا تبارك الله شوف برشا جمهور وعندنا استاذ احمر وهما زاد عندهم حمراء الحمد لله قعدنا لاخر وقت قعدنا لاخر وقت الكل مع بعضنا الحمد لله يا ربي ان شاء الله في الفينال نهزوها يا ربي ان شاء الله تعب تاع عام كامل ان شاء الله مش خسارة احنا انفستيسمون من المينيم من 20 جوار المينيم للسينيور معناها ثم انفستيسمون نستناو معناها نحذروا في جمعيه احنا قلنا حتى الانتدابات في الصيف في السنوات الاولى بعد يلزم الجوارات نتاعنا يكونوا البرودوي نتاع الكلوب افريكا شو المساجك للحول الاحول قلت له اذا حليت به شيء ما راهو يلزمنا كوب في انا في خمسة يوم اربع ماتشات يلزم يروح بالكوب اليوم كان سيف الاحول له دور كبير ياسر باش نوعا ما ترشح الفينال وصلنا فينا الدربي ايه بيان سور لازم نعاون اصحابي ومين الكل يرجع لاصحابي عاوننا اليوم شفتوا معناها نلعبوا بدو كارتون روج مش ساهل معناها باش تلعب دو كارتون روج ماتش كوب ونازلين علينا ديجا الحمد لله فيكتوار جي كلنا رجال ان شاء الله نكملوا الخدمه هذه كله تعب هذا كل فينال ان شاء الله مع السينيور زدنا ان شاء الله كوب اليوم نقولوا الماتش كي تلعب في وادي الليل كان نوعا ما نقص الضغط على الكلوب افريكا صحيح بالطبيعة بعد اللي صار في باردو عند عموما الجمعه اللي فاتت كي جينا هنا نقصنا الضغط زاد جا معنا الببليك نتاعنا يعطيهم الصحه الحمد لله فينال كوب ان شاء الله شو مازلنا نلعبوا على الشامبيون الفريق لاباس بقدره ربي ديما لاباس الاصلين في الشابه في النادي الفريق الكل السنه ثم دي ريزولتا نوعا ما حاجات باهيه شنو تفسر هذايا التواصل الاستمراريه تاع المسؤولين تاع ثم تاثير كبير ما بين بيناتكم انتم ما بين اللاعبين النادي الافريقي صحيح هي الخدمه بدات من عمناو ديجا عمناو الحمد لله يا ربي هزنا سته تيترويات على ثمانيه سناب تبارك الله عندنا برشا يلعبوا على التيتر الخدمه قاعده تتخدم بكدا في الاصناف الشابه ان شاء الله نوصلهم بشوي بشوي نلقاهم في سينيور نبداو نلعبوا بوليداتنا بقدره ربي وربي معنا سورتو يعني نقول المسؤولين الصغار اللي كيفكم هم اللي يعطيو دافع يكونوا قراب في العمر للاولاد صحيح صحيح انا تبارك الله عندنا مجموعه باهيه من المسؤولين ان شاء الله يخليهم يخدموا بقدره ربي لاباس جمعيتنا لاباس كوتش فينال كوب ودربي السنة فيه الحمد لله يا ربي اول حاجه الساعه الميريت هذا يرجع للوليدات وتعب اللي تعبوه ما مشاش حرام هاك شفتوا ماتش سيرتو 20 مينيت الاخرى افيك لي دو كارتون روج ماتش سيري شويه واللعبه باهي ما ستريس هذيك وكلها بارتي من الفورماسيون تاع الوليدات دونك يتعداو على هذا حتى من بعد في السينيور يرقاو لارباحهم ان شاء الله بون توا ديجا من الماتش هذا توا دخلت الوليد حكيت معاهم في الفيسير قلت لهم توا باش نبدا نحضروا الديربي نتاعنا فينال ديربي يعني الربح فيه بزوز يعني تربح ان شاء الله تيز كوب دو تونيزي اون بليس ديربي وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله وان بليس مازال ماتش شامبيونا مازلنا كونسرني بالشامبيونا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله في اللي فيه الخير ربي يسهل فيه كاو اليوم طرح اليوم كما نقول لك تلعب في وادي الليل نقص ضغط على الاولاد لا اليوم حاجه فرحان بها الجمهور هذا اللي شفته جمهور عزيز جمهور النادي الافريقي صحيح ما لقيناهوش في الماتش الاول في الشامبيونا غادي في باردو لان هاك تشوف الجمهور اون ديري تلعب في البارك الجمهور هذاك دفع الجوارات وعطاها مورال تبارك الله تشوف فيهم كيفاش حتى دقيقه 94 والجوارات تجري وعاتي افون وان شاء الله الجمهور هذا تبعنا حتى الفينال ان شاء الله.